هذا الاعتصام جاء ليرسل رسالة بأننا نرفض كليا اللغة التي يستعملها كيري وانحيازه الكامل لإسرائيل واستعماله للغة تتبنى الرواية الإسرائيلية بالكامل. نضال الشعب الفلسطيني ليس إرهاب، الإرهاب هو إرهاب الدولة الإسرائيلي وإرهاب الاحتلال وإرهاب الاستيطان، وعليه أن يعيد النظر في كل ما قاله. ولكن إن كان قد أكد شيئا فهو أن الولايات المتحدة عاجزة أصلا عن أن تقوم بدور وسيط لأنها منحازة بالكامل لإسرائيل. اليوم نحن هنا رفضا لزيارة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري للأراضي الفلسطينية، ورفضا للموقف الأمريكي المنحاز للاحتلال الإسرائيلي. الولايات المتحدة بهذا الموقف تتماهى مع العدوان الإسرائيلي وتصل لدرجة الشراكة الكاملة في هذا العدوان على شعبنا، والموازاة ما بين الإرهاب الذي تمارس دولة الاحتلال وما يسمى العنف من قبل الشعب الفلسطيني وتصريحات كيري هي تصريحات مرفوضة، والشعب الفلسطيني لن تتنيه هذه التصريحات والإملاءات والاشتراطات الأمريكية، سيواصل معركة الكفاح الوطني حتى الحرية والاستقلال. نقول للقيادة الفلسطينية اليوم مزيدا من التمسك بالموقف الفلسطيني، مزيدا من التمسك بالوحدة الوطنية والثوابت الوطنية، ورفضا للإملاءات والاشتراطات الأمريكية. لا يجوز أن يتم مقايضة الدم الفلسطيني والحقوق الفلسطينية بما يسمى بأوهام تحسين الشروط الحياتية للشعب الفلسطيني ومحاولات تحسين الحياة في مناطق سي. الشعب الفلسطيني يناضل من أجل الحرية والاستقلال وليس من أجل تحسين شروط مطلبية وحياتية ضمن حياته اليومية. وزير خارجية الأمريكي اليوم يحاول أن يوصم نضال شعبنا الفلسطيني مشروع بما يسمى الإرهاب والعنف. شعبنا الفلسطيني يمضي في هذه الهبة الشعبية في كل مدن والقرى المقيمة الفلسطينية من أجل حريته واستقلاله، وهذا الدفاع عن النفس وهذا الصمود الفلسطيني سيستمر حتى جلاء الاحتلال ومستوطنين على أراضي الدولة الفلسطينية، وصول شعبنا إلى حقوقه بالعودة وتقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس. تحيا وتحيا فلسطين، تحيا وتحيا فلسطين، بالروح بالدم نبيك يا فلسطين، بالروح بالدم نبيك يا فلسطين، بالروح بالدم نبيك يا فلسطين.